بتاعك لا ولا انت؟ لا ان انا جاي من بره، جاي من بره جاي بالحاجات دي وببيع لهم بقى. طب يا جماعه انتوا بتخيلوا كده اصحابكم كده؟ طب اصحابنا اصل الحاجات ايه يعني؟ معلش انا ده لسه فكه من كيسه. ما يا جماعه الحاجات دي انا ما بفتحش كتير والله. شيف ليف على صلاح لا، وطلع بيه برضه السمار بتاعه مش لا طلع تبقى اصلا الالوان دي ما ايه ده؟ قميص طويل ليه كده؟ حلو، لانه على وشين ممكن تبني لي بقى جلابيه. حلو حلو حلو، ممكن صلاح جميل من اول طلع فيه ده الكلام ده بجد؟ لا بجد والله، لا بجد. لا بس لا، عن رضا، عن رضا وطيب خاطر والله. يعني اما يجي لك تيشيرت، معلش انا تيشيرت ده زي ده جايبه 200 دولار والله. مشيت ماشي 200 دولار. حضرتك كام في القمصان؟ اما نعم كام في القمصان النمره يعني؟ انا اكس لارج، انا 16 ونص 16 و11 اكس لارج. اكس لارج اما يجي حاجه زي كده طلعت مثلا جايبه 200 دولار اما بيعها له ب 50 دولار. لا حلو. يعني هيبعت لك فلوس انت عايز تمشي؟ خلاص العيال عند السوبر جيت. لا ولادك عند السوبر جيت؟ طالع انت اسكندريه دلوقتي؟ يبقى انت عشان كده جاي مصيف كده. قلت لي يا عم انا افتكرتك ماشي كده في الشارع. لا لا عندي منه واسيبهم هناك. سيدي بشر برضه؟ سيدي بشر عندي خالتهم. عشان كده انت جاي على البحر على طول. حبيبي يا شوف بقى كده. طيب شوف لو طلع الطيب هياخد ولا مش هياخد؟ طب ما عشان بنختلف في السيناريو. لا انا يعني اعفيني من حته بعدين، بس احنا عايزين نتكلم في السيناريو. مش هتعجبك الحاجات؟ انا متاكد يعني كاريكا ذوق حلو طبعا. بس انا هاخد بره عشان بتكسف من الحاجات دي قوي. لا جاي لك طلع. يا عم بصلي على النبي. احنا بنقف جنب بعض برضه، بنقف جنب بعض وبعدين رخيص الحاجات دي ما بتلاقيش عليها. سيبه هو يقول لك اي ساعه. لا ده ماشي مع الابيض 10 على 10 بس طلع في الوقت. لا 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 حلو، انت سيبه بس يقول لك السعر اللي هو عايزه وانا ما خلاص ربنا يسهل. يعني ده حوالي 80 دولار. 80 ايه؟ 80 دولار بس. لا بس امال ايه؟ بص يعني حاجات مش مستهلكه يعني كمان. لا ده من بلدنا بس انا مش جاي هنا عشان عارف فهم لك بقى ده حلفيش بقى معاك. والنبي استنى عارف فهم لك عشان خاطر بقول لك ايه؟ عشان تاخد ده عشان ما احرجوش بس ثاني بس ايه ده يا عم؟ لا يا عم لا مش هو مش هي شبابي قوي اصلا. انت شباب يا عم، انت عم الشباب والنبي تليق على طريقه. مش تحرجوش، انا هقول لك على الظروف بعد كده. بقول لك ايه عشان خاطر؟ طب بص هي حلوه. حلو. لا ده حكايه، انت عارف ده اللي غنى بيه في ليله التلفزيون فعلا اخر حفله. بس يعني ما يليق. بص عشان انا غالق شويه فما بيليقش على الحاجات دي. احمر مع ابيض. نعم احمر مع ابيض يا عم. هغير بطلون يا عم. طب هجيب لك كيس. هحط لك البلو. البلو هيعجبك قوي. ده انا جاي للسيناريو ده. سيناريو؟ ما هو ما فيش سيناريو. ايه يا مالك؟ ايه اهلا. بيعمل ايه؟ ولا حاجه. اهلا اتفضل. مفيش حاجه عجبتك؟ مين؟ لا هياخد ال ثاني واحد هنقفله. لحظه بس، اصل انا مش عامل حسابي فما يعني ما جبتش معايا. يا راجل احنا في بينا وبعض على فلوس يعني؟ اعوذ بالله. ها؟ كله بياخد كده. لا اجي معاك البيت. لا وبعدين تسد براحتك. احنا مش في احنا انا جاي بس نتكلم في ده. نتكلم في ده. ايه حاجه؟ طب ما خدش ليه الحاجه الايطالي الفرزاتشي اللي احنا اتكلمنا عنها؟ مش طب الفريه عارف الفريه القميص؟ هاته ده. يا عم تعالى اقعد بس يا عم كريم. طب اقول لك هجيب لك حاجه دولشة جبانة فظيعه. هات الدولشة جبانة. ايوه التالتة. حلو ده على سمارك ده. والله يا واحد خليه بره ما تدخلوش جوه البنطلون. لا طب هات له الحزام. هات له الحزام الحزام الاخضر كله سنيهات. الكفالي الحزام الكفالي. هتعرف يعني ايه كفالي؟ يا رب يا يوسف يا رب. والله ما جبت معايا مش عارف يعني. والله ما جبت خلاص معايا. معلش المره الجايه ان شاء الله. بس
يلا نقرا ده نقرا ماشي. هو ايه قصه الفيلم ده يعني؟ هو انت اخونا وبصراحه ربنا لا في فيلم ولا بتاع. لا يعني لا انت بتقول ايه؟ لا يا حبيبي لا ده اسمه جريمه في... يا عم خلاص ما... لو عم هيمضي حاجه اجنبي بتاخد والله اجنبي اهو. وانت بتاخد كوميشن ولا حاجه؟ انا لا والله مش مش كده احنا بنتعامل كده مع الناس في حجز في حاجات يعني. احنا بنتعامل كده مع الناس يعني مش احنا بنتعامل مع الناس كده يعني. انت مالكش دعوه بقى طبعا. انا بتصدر انا هو راجل مش عايز اعمل كده. مالكش دعوه مالكش هو بيبيع هو اصله في كل حاجه. والبس بطلونه جوه هتطلع السفر جت كده يعني. عارفين ان انا فنان يعني وعارفين انت جميل انت فنان على البحر على طول بنتكلم في حاجات. ايه ده ايه ده؟ انت كريكا كريكا مش حابه معاك كريكا. يا تموري يا جميل انت مالك عليا وكل مره خدني كتموري حبيبي. سامع عليا خير تموري حبيبي تموري حبيبي والكلام ده ما ينفعش يبقى معايا خالص. المره اللي فاتت انا خدت منك ايه بنطلون استاذ طلعت يا دكتور استاذ طلعت قاعد يا استاذ على الواجهه خدت منك طلعت زين المطرب الكبير. اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك يديك يا بيه حصل ده خدت منك دعوه غسلته وهي غسله واحده كاش قلت ماشي عشان حبيبنا عملته شورت انما بعد كده يجيب لي قميص احطه في الغساله الكاش طب اعمل فيه ايه ده البسه استاذ ايه طب شيك جدا ده شيك يا لا شيك يا لا 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 يا ما ينفعش يا عصام انت بتتكلم في ايه يا عصام انا مش اول انت تخين يا عم تشفط بطنك وخلصت وخلاص عصام دلوقتي انا بشتري من نجم مشهور ولا بشتري من العراصيف في العاده بقى بشتري من نجم مشهور يبقى اخد حاجه نظيفه ولا ما اخدش حاجه نظيفه خليه بقى انا يا بيه بس ثواني انا بص الدفع كام ايه دفع كام ما دفعش حاجه لسه ده هو واخده مني يا راجل لا لا ما دفعش حاجه يا اما واخدين فلوسكم كلها على الترابيزه فيها يا عم يوسف انت بتعمل يا اسمع انا بعمل اسم يا يوسف انا بعمل اسم دفع ولا دفع الاسم يا صاحبي يا حبيبي مكسب عليك والله شكل شيك عليه شيك ايه ده قدمني صبري دلوقتي هو اللي البيت الله اغير لك اغير لك الله اغير لك هيبقى شيك على المنطقه الله اغير لك سمع كله على الدقيقه يا صاحبي ده ايه ده ده حلو فات جوف يا جماعه يا بيه ده ستاره دي يا بيه ما ينفعش يا بيه مش انت دفعت كام؟ انا دفعت مش فاكر كام بس انت واخد مني كتير ماشي ماشي خلاص بالليل بالليل على عندك صفوا صفوا معاه لا بالليل ولا غيره فلوسي دلوقتي الله حق عبده دلوقتي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام اتفضل حضرتك لا مش هتفضل حضرتك انا هاخد فلوس واتكل على الله مع احترامي لسعادتك يعني طب هقول لك حاجه اديني فلوس شطلوفي هجيب لك فلوس تعال شطلوفي انا عايز فلوس دلوقتي عشان الله يبارك لك شطلوفي يا عصام ده احنا قلنا ما صدقنا نجم جنبنا